سيناء جمعين المحافظات مصر وجمعين الدول العربية الشقيقة. طبعا احنا بنحيي الاخ الرجل ابن من ابناء سيناء الباش مهندس ابراهيم العرجاني. بحقيقة الراجل ده لن يتأخر علينا يوما من الايام، ودايما وابدا متواصلين معه مشايخنا وعواقلنا، اي موضوع بيكون بيخلصه في اسرع وقت. ونشكر السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الامن والامان، ونحن لو نظرنا الى مصر نلقى الامن والامان، لو نظرنا الى الدول سوريا ولبنان وليبيا كما ما حصل عليهم فنحن نحمد الله على النعمة الأمن والأمان. طبعا احنا في محافظة جنوب سيناء بحقيقة يعني الأمن مع السيد الرئيس شفنا الأمن على طبيعته. ونشكر جميع الأخوة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله.